تتوالى وتتعدد محاولات المخابر لإيجاد لقاح ضد وباء كورونا، لكن كيف تعمل اللقاحات في الجسم؟ اللقاح عبارة عن ميكروب ضعيف أو ميت. عند حقنه تتعرف مناعة الجسم على أجزاء منه كمواد غريبة، ثم يبدأ الجسم في إنتاج المضادات. بعد ذلك تتعرف المضادات على هذه الأجزاء وتحطمها، وبهذا تكون المناعة مستعدة للاستجابة السريعة عند مهاجمة الميكروب الحقيقي للجسم. اللقاح يبقى من أفضل الطرق الوقائية للحماية من الأمراض.